كان كان علي فوز مهم واداء مميز من علي معلول وكل لعيبه النادي الاهلي النهارده. تقولي يا بعد ألف مبروك إن شاء الله لكل جماهير النادي الأهلي على الانتصار، انتصار بنتيجة ممتازة. نهني كل اللاعبين على الأداء اليوم وعلى الروح والعزيمة اللي كانت موجودة طيل 90 دقيقة. لاعبين النادي الأهلي برهنوا مرة أخرى إنه النادي الأهلي في الظروف الصعبة دي ما يكون موجود بتاريخه واللعيبة اللي عنده. الحمد لله انتصار مهم يخلينا إن شاء الله نحضر مقابلة نص النهائي في أجواء ممتازة. طيلة الأسبوع كامل كان فما تركيز كبير وكان في عزيمة من اللاعبين إنه اليوم نقدموا نتيجة أداء ممتاز ونتيجة. ألف مبروك إن شاء الله لكل جماهير النادي الأهلي، إن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. يمكن المرة الرابعة الأهلي بيلعب نص نهائي كأس العالم، هل على التوالي الرابعة على التوالي هل إحنا ممكن نعدي من الخطوة ما هو ده الهدف بتاعنا إن شاء الله إنه نعديه النص النهائي، نكون موجودين إن شاء الله في النهائي. نحلم ان شاء الله انه نكون ناخد ميداليه ان شاء الله غير البرونزيه باذن الله. يمكن علاقه خاصه بين علي معلول وبين جماهير النادي الاهلي، ده كان واضح النهارده وهما بيستقبلوك في الملعب وفي كل الاوقات، كل الجمهور النادي الاهلي النهارده اللي كان بقى الملعب. الحمد لله، يمكن مريت بمرحله صعيبه في اخر في اخر مده، لكن الحمد لله اليوم علي معلول ظهر لي بين وجوده مره اخرى. ان شاء الله تكون المرحله دي الفائته الكل تتنسى ان شاء الله، نبنيه على المقابله بتاع اليوم وان شاء الله يشوف علي معلول بتاع العدد ان شاء الله. شكرا.